مرحبا ستارز، رجعت لكم سلسلة مطبخ ملاك. اليوم هو طريقة عمل خلية النحل. خلينا نبدأ، يلا. هذا موز، اسمع، موز فضل. هذا موز، وهاي شجرة الكرز، ما ادري التفاح، ما ادري التوت، ما ادري ما ادري. وهاي قدرية، وسويناها اسود مع شكون فضي. وهاي تفاحة، وما ادري شو انت بتعرفوا شو. وهذا اسماعيل نظارة. يلا خلينا نشوف المقادير، خليكم مع المقادير. عندنا هون كوب وربع ماي دافي، وهوني ملعقة كبيرة خميرة، ملعقة سكر، ملعقتين زيت، 3 أكواب وربع طحين. نحط الزيت، نحط السكر، خميرة، نخلط. بعد ما خلطنا صار ليش راح نحط له طحين النوب. ما حطينا الكمية كلها، نخلط. شوية زيت، طبعا الطحين كله حطيناه وعجنا عجينة، حطينا العجينة سنعجنها مع الزيت. عجناها بالزيت، صارت بهذا الشكل. هسه راح نغطيها، نتركها ترتاح ساعة كاملة. بعد ساعة ارجع لكم. ربع ساعة أجيب العجينة. قبل ما أجيب العجينة راح أقول لكم شغلة، 5 أدوات مطبخ لازم تكون موجودة بكل بيت. أول واحدة المغرفة، هاي نشيل بيها الشوربة، نشيل بيها المي الحار، يعني نشيل بيها كل شيء. لا واثقة من نفسيها، مش واخد بالك. أكيد موجودة بكل بيت. ثاني شيء التفجير، ما أعرف أنتم شكون تسموه، أكيد موجودة عندكم. ثالث شيء الخلاط، هاي أكيد شفتوني أسوي بكل فيديوهات بالمطبخ تبع ملعب. في هاي بس مو زينة، إذا تريدون تشترون اشتروا من الحليبية، ما تشترون من هاي. رابع شيء هاي، هاي تستعملوها من الزيت، الدجاج، الكبة، كل شيء بكل شيء زيت. وهاي نفس الأخيرة هي باطن، هاي إذا استعملتوها بحلوياتي. يلا أكلوها بمطبخي وأشيل بيها الحلويات، مثلا شيء يلزق أقول هيك جديدة، أكيد ما عندكم النمو.
إذا ما عدكم اشتروا مني بحور. صار وقت العجينة، يلا! بسم الله ما شاء الله، كانت صغيرة صارت كبيرة. طبعا الفرن محطوط على أعلى الدرجات مشان يحمي. جبنا صينية صغيرة، شكل العجينة على كور ونحطها بالصينية. حطينا زيت الصينية، هسه راح ندهنه. راح نشيل العجينة، راح اسوي لها كورة. اول واحدة اذا انتم سويتم عجينة كثير كفي الصينية كلها. راح اخليه ترتاح ربع ساعة وارجع لكم. شكل الاخير بعد ربع ساعة، ترى راح نحطه بالفرن. بسم الله، بعد ما طلعتوها من الفرن راح ادهنها عسل. بعد ما دهنتوها عسل راح احط حبة البركة. هاي كانت نهاية الفيديو، لا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد بننزل على القناة. بنحبكم، باي.